طيب خلونا بقى يعني نحتفل بالفوز مع كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي. كابتن خالد، ألف ألف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك، مبروك على كل جمهور النادي الأهلي، مبروك على مجلس إدارة النادي الأهلي، مبروك لكل المنتمي للقلعة الحمراء، نقول له مبروك على النهارده بطولة أفريقيا وحسن ختام أو مسك الختام لسيزون 22-23، التأهل إلى بطولة العالم في سنغافورة شهر 10. فبنحمد ربنا جدا جدا على اللي احنا وصلنا له، وبنحمد ربنا إن احنا شهر 10 بنلعب 2 بطولة عالم، واحدة بطولة عالم في السعودية لكرة اليد، والثانية بطولة عالم أخرى في سنغافورة لكرة السلة، وإن شاء الله بإذن الله نقدر نعمل حاجة كويسة جوه بطولات العالم برضه. وشك حلو يا كابتن خالد على النادي الأهلي، يعني حضرتك من ساعة ما جيت النادي الأهلي تقريبا كان في أبريل السنة اللي فاتت، وما شاء الله الله أكبر، يعني الأهلي ما سابش بطولة إلا ويكسبها. الحمد لله نحمد ربنا. أنا دايما بقول إن إحنا منظومة متكاملة، الحمد لله ربنا أكرمنا جوه النادي الأهلي، إن إحنا كل واحد عارف دوره إيه، كل واحد مش بيبخل نقطه عرق واحده في سبيل نجاح النادي. مجلس الاداره عارف دوره ايه بقياده كابتن محمود الخطيب، بيحط استراتيجي معينه، بيجيب مدير نشاط رياضي بيتعامل معايا على ايه المطلوب منه في المرحله اللي جايه، مدير نشاط بيجيب المديرين الفنيين وهكذا، وهلم جرى. المهم الحمد لله نحمد ربنا كله اشتغل في المنظومه باخلاص، من اول اللاعبين، من اول غرف عمال غرف اللبس، كل الناس، كل المنظومه الرياضيه، النشاط الرياضي، مجلس الاداره، كله اشتغل علشان يعمل النجاح ده. بنحمد ربنا على اللي احنا وصلنا له، وبنقول احنا في الوقت اللي جاي علينا حمل كبير جدا جدا جدا. السنه الجديده والجمهور، انت عارف جمهور النادي الاهلي دايما بيحب البطولات ودايما بيحب الاحداث الرياضيه زي ما بيقولوا، فيعني ربنا يكرمنا باذن الله في المرحله اللي جايه نقدر نساعدهم اكثر واكثر باذن الله. خلينا يا كابتن خالد نتكلم يعني شويه فني بقى، رايك ايه في المدرب اوجاد شبوتش والاداء بتاعه الرائع جدا، وهو يعني الفنيات بتاعته عاليه جدا، وده كان باين جدا في المباريات البطوله، خاصه الماتش بتاع النهارده، وشفنا ازاي فرق في الـ الربع الثالث من الماتش. مش خالد العوده هيقيم اوجوست بوش، اوجوست بوش بيتكلم عليه نتائجه، بقول له الف مبروك جدا جدا، ما شاء الله هو فعلا عمل طفره وعمل انجاز وعمل تاريخ في النادي مع النادي الاهلي في الوقت ده، 8 بطولات في من اصل 9 اشتراكات او 10 اشتراكات بطولات تقريبا حاجه زي كده، فيعني بجد ماشي كويس جدا. ما خسرش تقريبا الا البطوله العربيه قدام الكويت والكويتي، وفي بطوله تانية خسرها يعني بطوله عربيه احنا خسرناها في الكويت. أيوة. بس برضو مش هقول انا دايما مش بارمي على الحكام، بس كان في مشكله حصلت هناك والتحكيم كان واضح. احنا بنتكلم يعني 8 بطولات يا كابتن خالد من 10 يعني احنا الحمد لله. بص دايما احنا دايما النادي الاهلي بيحب كل البطولات يخش فيها يكسبها، لكن اكيد ربنا بيوفق في بطوله، ربنا مش بيكرف في بطوله، بنقول الحمد لله دايما على كل ربنا بيديه لنا. لكن هو جوست بوش في حته ثانيه تماما، الراجل بصراحه حد عنده من مهارات، من اسلوبه، من فنياته، من اسلوب تدريبه، حاجات كتيره جدا جدا جدا. اختلفت معاه كتير جدا جوه الاوض المغلقه، لكن في الاخر بيطلع بقرار معاه، فبقول له الف مبروك. هو ما شاء الله عليه حد بجد بيحب النادي الاهلي جدا، مخلص جدا في شغله، عشان كده ربنا بيكرمه وبيديله النتائج الكويسه دي مع لعيبه محترمه بتنفذ تعليماته، لان مدير فني جامد معهوش لعيبه اقوياء ما يقدروش ينفذوا تعليماته، اكيد مش هيحصل دي نتيجه. طبيعه الاختلافات بتبقى ايه يعني يا كابتن خالد؟ اختلافات عاديه جدا. اختلافات بص في الكلام، في الاسلوب. بص كلنا بنحب النادي من كل اتجاه، وكل واحد ليه اسلوب عايز يوصل له، واخد بالك؟ هو جايز يكون اسلوبه سريع، جايز يكون اسلوبه انا اسرع وهكذا، لكن في الاخر بمصلحه النادي احنا انا وهو بنطبقها على كل النادي، خلي بالك يعني كل المدربين الفنيين، كل الكلام اللي بيحصل جوه الاوضه المغلقه حاجه، لكن لما بتطلع الحقيقه حاجه ثانيه تماما. طبعا. فبنقول للناس في الاخر احنا في حب النادي الاهلي بنشتغل بهذا الاسلوب، بنشتغل بهذا الحوار، بنشوف مصلحه النادي فين وبنعملها. دي اكتر حاجه يعني يا كابتن خالد بتميز النادي الاهلي بشكل عام. الشغل الاخلاص في العمل، بنشتغل في منظومه، كل واحد عارف قدره فين، وكلنا بندي بدون اسمها ايه؟ يعني بتدي مش في تفاني يعني في إيه؟ في تفاني واخلاص في نعم في العطاء للنادي الاهلي. تفاني في العمل، لان هو ده النادي الاهلي اتعلمنا فيه، هو ده اللي ربانا، هو ده اللي كبرنا، هو ده اللي وقفنا قدام الناس، هو ده اللي النهارده جمهور كبير جدا، قطاع كبير جدا في مصر، جمهور
كبير جدا بيساند النادي الاهلي 80 90 مليون في العالم كله، بيعدي ملايين، لكن هو ده اللي خلى النادي الاهلي بالشكل ده، المنظومه وجماهيره. الحمد لله بناخد ربنا عليها. عظيم جدا. احنا الحمد لله حققنا البطوله، النادي الاهلي حقق بطوله النهارده لنادي الاهلي والمصر. هنحتفل بقى ازاي باللعيبه؟ هنحتفل ازاي باللعيبه؟ طبعا احتفالاتنا بكل اللعيبه حاجه قريبه باذن الله مع مجلس الاداره، اللي لسه بننظم احتفاليه ليهم باذن الله قريبا جدا. هيكون ليهم احتفاليه، واحتفاليه كبيره جدا بكل الفرق الرياضيه. لسه السيزون ما خلصش لكل الفرق، لكن خلص بالنسبه للالعاب الجماعيه، لكن بقيه الفرق لسه في عندنا ناس بتلعب لغايه وقتنا هذا، وهيخلصوا لغايه 15/6 او ما يخلصوا. هننظم امورنا وهنعلن رسمي المواعيد الاحتفاليات امتى، لكن بكره ان شاء الله باذن الله في مطار القاهره يكون ليهم احتفاليه خاصه باذن الله عند وصولهم لمطار القاهره باذن الله. عظيم جدا. احنا عندنا على يعني الصعيد الدولي العالمي في عندنا فريق السله هيلعب في كاس العالم للانديه، كمان فريق كره اليد في النادي الاهلي هيلعب في كاس العالم للانديه. عايزين نعرف بقى الاستعدادات بتاعه كلا الفريقين هتكون ايه؟ علاقه الموضوع الاستعدادات للفريقين بيكونوا مع المديرين الفنيين، هم هيجوا يقعدوا يطلبوا طلباتهم اللي هم الطلبات اللي هي مطلوبه عايزين يعملوها. احنا كنشاط رياضي نحاول نصفي هذه الاوضاع معاهم ونشوف طلباتهم نقدر نلبيها مع مجلس الاداره. النجاح هو تلبيه طلبات المديرين الفنيين، وان شاء الله باذن الله اللي هيطلبوه باذن الله باذن الله مجلس الاداره عمره ما يتاخر على اي طلب بالنسبه لاي فريق في النادي الاهلي. يعني ان شاء الله باذن الله نبارك لحضرتك كمان يوم 11 الشهر اللي جاي الاهلي كره القدم، يعني نرجع كمان بالبطوله، يبقى احنا كده الحمد لله مسيطرين على كل قاره افريقيا. يعني كلنا منتظرين ده، وكلنا عايزين ده، وكلنا بنتمنى ده، ونقول ربنا يوفق اولادنا باذن الله في كره القدم، وباذن الله باذن الله يرجعوا لنا بطوله غاليه، لان البطوله دي غاليه على النادي الاهلي وغاليه على جماهيره، وان شاء الله باذن الله تكتمل الموضوع بشهر يوم 11، وكمان يسافروا بطوله العالم، ودي حاجات مهمه جدا جدا بالنسبه لنا. وباذن الله باذن الله كمان يقدر لاعبتنا في بطولات العالم يرفعوا اسم مصر ويرفعوا اسم افريقيا، وباذن الله يحققوا مراكز متقدمه جدا في بطولات العالم اللي جايه باذن الله. كابتن خالد انا بشكرك شكرا جزيلا. كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، يعني فعلا كان وشه حلو من ساعه ما جه النادي الاهلي في ابريل 2022.